أسأل أن يجعل صاحب هذه الليلة في الجنة. نسعد سويا بالجلوس على أعظم مأدبة هي مأدبة القرآن الكريم، كتاب كلماته دستور وحروفه نور، جعل للغة العربية أبهى بيانا وأجمل حصول. قارئنا الليلة هو قارئ فجر اليوم، والذي استمعنا إليه في قرآن فجر الأمس من سورة البقرة، كما سنسعد به الليلة. علم من أعلام دولة القرآن والفن والنغم القرآني قارئا شرف مصر بالمحافل الدولية، ملك المقامات وقارئ الإبداع الأول الدكتور عبد الناصر حرك، الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر، قرآن الجمعة، وكذلك الاحتفالات والأمسيات الدينية. أسأل الله ربي أن يجعل ما يتلى في هذه الليلة يتقاطر على قبر صاحبها على هيئة نور. آمين يا رب العالمين. إني أرى العيون تنظر إلي لتأذن لي بالرحيل، لأن المقام ليس مقامي بل هو مقام القراء وحملة القرآن وحافظيه. أسعد معكم مع ملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. يا رسول ده ما ينفعش هنا. ركز يا مور، انت شايفه رايح جاي شايف. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل عبادي
عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
وسخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لهم الأنهار. وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وأتكبر الله عليك.
اطلع الحبيب.
ربنا اخي اللي بيدخن سيجاره زي في السيجاره يا استاذ ربنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله اصبر الله الحمد لله بديع على الكبر اسمه
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل اصبر الله
ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله اكبر. انت عليه انت ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الله الله اكبر. طيب تعالي السلام. نعم يا دكتور نعم. جايين لك من كل حته يا دكتور الحمد لله مساك مشكور مساك مشكور رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك
لا عبرة لا عبرة لا عبرة إن في ذلك لا عبرة لمن السماء بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عليه يا رب.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت
قلتها إنما أنت منذر إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صل على رسول الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ولا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب
بسم الله الرحمن الرحيم. فانصب وإذا ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى نحن على ذكر الشهيد.
لا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في الحق هذه الولاية الطيبة بلاها عليكم علم الأعلام كلمة القرآن بمصر والعالم الإسلامي ملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر الذي يسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر قرآن الجمعة والاحتفالات والتزكيات الدينية محمد الفراسة باسم مين يا عم
الهندسة الضوئية.